نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة دورتين لتدريب كوادر أمنية من 31 دولة إفريقية ودول الكومنولث في مجالي مكافحة المخدرات وحراسة الشخصيات والمنشآت المهمة ومكافحة الإرهاب الدولي. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على دعم أشقائها في مجال العمل الأمني لدعم الاستقرار في بلدانهم. تستضيف مصر الكوادر الأمنية من مختلف الدول ليستفيدوا من خبراتها الأمنية ويتدربوا في منشآتها التدريبية والتعليمية انطلاقاً من دورها الرائد إقليمياً ودولياً. في هذا الإطار عقدت أكاديمية الشرطة ومن خلال مركز بحوث الشرطة دورتين تدريبيتين في مجالي مكافحة المخدرات وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة بمشاركة 85 متدرباً يمثلون 25 دولة أفريقية. وفي مجال مكافحة الإرهاب الدولي شارك فيها 15 متدرباً يمثلون 6 دول من دول الكومنولث. ونظم مركز بحوث الشرطة احتفالية للمتدربين عقب انتهاء الدورتين، تلقى خلالها المتدربون برامج تدريبية وتعليمية في المجالات المستهدفة مواكبة لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، مع إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية المشاركة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية لمحاكاة الواقع، وبما يعود بالنفع على المتدربين عقب عودتهم لبلادهم لأداء مهامهم الأمنية. الجانب الأمني بيمثل أهمية خاصة جداً للدول الأفريقية في توفير المناخ الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية في هذه الدول. الأمن والتنمية هما وجهان لعملة واحدة، وده اللي بنركز عليه في الوكالة في دعم الدول الأفريقية. ستشهد الفترة القادمة أيضاً العديد من الدورات اللي هيتم تنظيمها للدول الأفريقية ودول الكومنولث في عدد من الاحتياجات اللي هم محتاجين فيها الخبرة المصرية. وأشاد المتدربون من الدول الأفريقية ودول الكومنولث باحترافية الكوادر الأمنية المصرية التي تدربوا على أيديها خلال مدة تدريبهم، وبالتطور الكبير في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية وإتاحتها للدول الأفريقية والشقيقة ليستفيدوا منها في رفع كفاءتهم الأمنية لتحقيق الاستقرار والأمن في بلدانهم. قدرات أمنية وتدريبية فائقة تتمتع بها مصر تضعها في خدمة الدول الأفريقية والشقيقة لتنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني وتوحيد المفاهيم التدريبية. تفتح مصر منشآتها الأمنية والتدريبية ليستفيد منها الكوادر الأمنية من مختلف الدول بما يعود بالنفع على بلدانهم لتحقيق الأمن والاستقرار عند العودة إليها، مستفيدين من الخبرة الأمنية المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.